اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامج كل الكلام. يا رب تكونوا النهارده في خير وسعاده وحب وامل، وبكره هيكون احلى بكتير من النهارده. ودايما تفائلوا خير، لان رب الخير ما بيجيبش غير كل خير. هتقولوا لي في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها؟ هقول لكم في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. ظل الكورونا والعالم كله متوتر بسبب موضوع الكورونا، مش مصر طبعا بس، يمكن احنا من اخر البلاد اللي ابتدينا نكتشف موضوع الكورونا ونتكلم فيها ونقول ان بقى عندنا حالات كتيره شويه، يعني كل يوم بتزيد شويه حالات. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، موضوع الكورونا ده بقى اكتشفت فيه حاجه مهمه جدا، ان ليه مميزات وليه عيوب. ايه مميزاته؟ طبعا كل يقول يعني ايه وباء يبقى ليه مميزات. مميزاته اني كنت قاعده من قريب على السوشيال ميديا، لقيت امام المسجد وهو بيعيط، ولقيت ابونا في الكنيسه وهو بيعيط. ليه بيبكوا على الناس اللي مش موجودين ولا بيصلوا؟ مفيش. ده ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان ربنا زعلان من كل الناس، مش من مصر بس، من العالم كله، مش من مصر. زعلان ان احنا ما كناش بنروح له، ما كناش بنروح ندعي له ونصلي له. اعتقد انه بعد الوباء لما هينتهي، اعتقد مش هيكون في مكان رجل لا في مسجد ولا في كنيسه من كتر الناس اللي رايحه تصلي. وده اللي انا متاكده منه، وده الرساله اللي ربنا عايز يوصلها لنا كلنا، ان انتوا كنتوا فين زمان، دلوقتي انا مش عايزكم تجولي بيتي، عشان احنا ما كناش بنروح. ليه؟ ايه حبيبتي تعالي نخرج بقى مع صاحبتي، تعالي نروح النادي، تعالي نروح مش عارفه فين، تعالي ننزل الولاد والدروس والمدارس، وتلاقينا في الحياه ونسينا ربنا. ده للأسف الشديد، كلنا تلاقينا في الحياة ونسينا ربنا. طيب احنا كده فهمنا انه ربنا بيدينا رسالة صغيرة، ارجع لي وتوب وصلي وخليك تاني ترجع لي بيتي، علشان اخليك تاني اقبل ان انت تدخل بيتي تاني. فكلنا واحنا قاعدين في بيوتنا، محدش ينزل نهائي، في بيوتنا نصلي وندعي ونقول يا رب سامحنا ان احنا ما كناش اساسا بنجيلك. فده اللي احنا اتعلمناه من الكورونا، وانا متاكده ان كلنا اتعلمنا كده. حاجه تاني بقى عايزه اقولها من عيوب الكورونا، احنا ليه عندنا جشع؟ يعني ليه الجشع بس مش اكتر؟ ليه لما اروح صيدليه ولا مكان عشان اشتري ماسك الاقي الماسك ب 15 و20 جنيه؟ ليه؟ ده سؤال. طب ما هو في عامل بيبقى يومه 50 60 جنيه، مش هيقدر يجيب ثمن الماسك ده، صح ولا لا؟ مش هيقدر يجيبه، هيقول لا اروح بيتي اجيب لعيالي لقمه كده ياكلوها، لكن مش هقدر اجيب لهم ثمن الماسك. اللي احنا مش فاهمينه ان احنا كلنا بقينا سلسله مع بعض. عارفين يعني ايه سلسله؟ يعني اللي هيعيا هيعدي الباقي. لكن جشع التجار، بما ان بقى دي دلوقتي فرصه والكمامات دلوقتي الناس كلها بتتهافت عليها، والجوانتيات والكحول والكلور كله بيتهافت عليه، فانا اغلي بقى في الاسعار. لا ومش اغلي بس، ده انا ممكن اخليهاش موجوده واخزنها جوه. طب خزن حلو جدا. دلوقتي في بلاد انا شفتها على السوشيال ميديا رامين الفلوس في الارض، رامينها، عايزين بس يخفوا. بيطلبوا يا جماعه ادي الفلوس اهي في الارض، احنا مش عايزينها، بس خلونا نرجع نشتغل ونعيش ونخف. احنا وصلنا المرحله دي، ومصر لو استمرت بالطريقه دي وجشع التجار اللي موجود في موضوع الكمامات والكحوليات والحاجات دي، لا ومش كده وبس، ده الحلو كمان في المواد الغذائيه، بدانا نعلي الاسعار. طب ليه؟ ليه بتعلي سعره والناس ابتدت تقعد في البيوت؟ ناس كتيره مش قادره تنزل، ليه بتعلي سعر الحاجه؟ بدل ما تخفض من سعرها تعليها. طب انت هتستفاد ايه؟ هتستفاد شويه فلوس؟ صدقني هيجي عليك الوقت اللي هترمي الفلوس دي في الارض، وهتتمنى انك تخف انت او ولادك. يا ريت ناخد بالنا ان احنا الفلوس هي وسيله وليست غايه، هي وسيله لشيء لكن مش غايه الحاجه. احنا خدناها ان هي غايه، دي مشكلتنا في مجتمعنا دلوقتي. انا في ناس اعرف قالوا لي انه بره طلبوا بيتزا من بره في بلد زي ايطاليا، الاوردر جالهم ومكتوب لهم ان ده ببلاش، خدوه ببلاش علشان انتوا قاعدين، لان مفيش لا شغل ولا مشغله، يعني مفيش دخل. الناس هناك بتساعد بعض، بتحاول تساعد بعض، احنا هنا لازم نساعد بعض. التجار تقلل شويه اسعار اللي عماله تزيد،
يا ريت نلاقي الكمامات والجلافز باسعار رخيصه، والناس الغلابه دي نحاول نخليها لها بسعر مقنن بجنيه واحد، كفايه عليهم قوي بجنيه ان يقدر يشتريها. لان هو لو تعب ولاده تعبوا هيدخلوا لك الصيدليه وهيجيبوا لك المرض وهتموت ومش هتستفيد حاجه، وفلوسك اللي انت بتحوشها صدقني هترميها في الارض. فيا ريت نبقى فاهمين كده ان احنا سلسله متتاليه مع بعضينا، بقينا حاجه واحده، اللي هيعي هيعي الباقي، اللي هيتعب هيتعب الباقي. فاحنا دلوقتي مش في حاجه ان احنا بنتاجر، لا هي مش تجاره خلاص دلوقتي، اللي يقدر يساعد. وانا عايزه اقول حاجه، في ناس بتنزل غصب عنها يا جماعه، زي الناس اللي هم بيبقوا بيقعدوا على الارض وبيبيعوا شويه خيار ولا طماطم ولا مش عارفه ايه، الناس الغلابه دي. يا ريت اللي يقدر اللي يقدر يديهم حاجه، يقول لهم روحوا اقعدوا في البيت 10 ايام الجايين دول، يبقى كتر الف خيره ان يعمل حاجه زي كده. لان الناس دي بتنزل غصب عنها، لان ده قوت يومها، بيطلع لها 30 40 جنيه مثلا عشان تقدر تعيش. فيا ريت نقدر نعمل حاجه زي كده مع الناس دي، اللي يقدر يعمل كده ويقول لهم اقعدوا في البيت الكام يوم الجايين علشان نعدي الفتره اللي جايه. طبعا انا كانت مقدمه طويله شويه، بس حبيت انوه عن شويه حاجات اكتشفتها الوقت اللي فات في موضوع الكورونا. ايه هو نظريه الكورونا اللي نزلت لنا لحياتنا، وليه ربنا عملها لنا وليه جابها لنا، واستفدنا ايه منها؟ استفدنا ان كل واحد هيرجع يصلي ويدعي وينزل بيت ربنا، وهنحدد ايام كلنا كلنا انا متاكده هيبقى في يوم او يومين في الاسبوع هتنزل في بيت ربنا وتصلي. دي الاساس ان ربنا كان عايز كده. تاني حاجة، جشع التجار في كل حاجة، في الكمامات أو المواد الغذائية، يا ريت نبطل جشع شوية ونقلل الأسعار، مش نخليها كمان زي ما هي، نحاول نقلل الأسعار للناس لأن كتير جدا بقوا قاعدين في البيت. دلوقتي احنا هناخد فاصل صغير وهنتكلم النهاردة، ومعايا شوية أسئلة ناس جايبينها هنسألها. معايا النهاردة هيستضيف معايا دكتور عبد العال دياب، وهنسأله عن ايه مستجدات الفيروس كورونا، وايه اخر احصائيات اللي حصلت، والدنيا اللي جرت يعني في من الاسبوع الفات للاسبوع ده. فاحنا بنستأنف الحلقة التانية اهي مع دكتور دياب، انتظروني بعد الفاصل.